أهلا بكم مشاهدينا في هذا الخاص. معنا في هذه الحلقة البرلماني الاستقلالي رئيس أكبر مقاطعة بمدينة طنجة مقاطعة بني مكدة السيد محمد الحميمي. أهلا بك. أولا شكرا لي بالحضور في موقع المحترم كاب 24 في هذا اللقاء المحترم. ملي كنقولوا السي محمد الحميمي كنقولوا شخص مثير للجدل بسبب تصريحاتك بسبب خرجاتك الإعلامية، بالموازاة مع ذلك كنقولوا شخص محبوب لدى ساكنة طنجة بسبب مدك اليد المساعدة في أي وقت كان، وهذا بشهادتهم أكيد، بسبب كشفك للمسطور. واش هذا السبب كيدفع البعض باش أنه يهجمك ويخلق واحد نوع من الزوبعة فيما يخص اسمك؟ اولا انا جد سعيد بالحضور ديالي مره ثانيه، ولكن في مدينه ديال طنجه فعلا ولد مدينه ديال طنجه محبوب، عنده واحد فئه الناس كيكروني واحد فئه الناس، ولكن الاغلبيه الساحقه ديال الساكنه ديال بني مكدة كتحب محمد الحمامي والساكنه ديال طنجه عامه. الحمامي متواجد دائما في التيران كيشتغل عن قرب، حنا كنا كننتظروا على اساس يكون نقاش ويكون جدل على المستوى السياسي في مدينه ديال طنجه ويكون نقاش عالي في مدينة ديال طنجة، ولكن كنلاحظوا في الأواني الأخيرة كاين واحد الركود تام ديال واحد مجموعة ديال السياسيين في مدينة ديال طنجة. هنايا الآن بداو كتسار بعض التصدعات داخل مدينة ديال طنجة، ما نسميهاش في الأغلبية أو في المجالس، ولكن التصدعات اللي هي سياسية داخل مدينة ديال طنجة، والآن ولينا كنستهدفوا بعض الأشخاص او بعض الناس اللي هما قرابين من المواطنين اللي باغيين يشتغلوا. حنا كنا كنتظروا على اساس تكون صراعات سياسيه من اجل مصلحه المدينه، يكون نقاش عالي على مستوى المدينه. حنا كنطمحوا له كسياسيين، حنا ما بقاوش مليين بعطياتنا حيت الساكنه ديال طنجه كتنتظر منا كسياسيين شنو غادي نقدموا في خلال هذه الولايه اللي كنتحملوا فيها المسؤوليه بصفتنا كبرلمانيين او كرؤساء المقاطعات. في اطار الزوبعه اللي كيدخل فيها الاسم ديالك اكيد كنوع من الجدل، واحد مشكل وقعتي فيه مؤخرا واللي أثر ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا بين ساكنة مدينة طنجة، وهو أنك حسب ما جاء في محضر المشتكي واللي هو زميل في المهنة صحفي، اشتكى أنك تهجمت عليه وأنك اعتديتي عليه بالضرب. خصنا نستمعوا للقصة من عند السي محمد الحميمي كطرف وطرف آخر. احنا استمعنا للصحفي، نستمعوا أكيد لك. أنا أولا مواطن قبل ما نكون سياسي، ضروري مواطن ساكن في واحد الحي اللي هو حي بعدين نسميه أنا حي عشوائي، خلقت فيه كبرت فيه بقيت كنتمي لديك الحي. نظرا ربما التواضع ديالي أو مجموعة الحوايج اللي كان نستعملها أنا كواحد إنسان متواضع درويش كتخليني نضحك مع واحد المجموعه ديال الناس، ما كنتكبر شي ما كنترفع شي لواحد المجموعه ديال الناس، كنبقى نتواصل معاهم. هذا هو من بين المشاكل اللي كنقدر نواجهها. كاين مشكل كان وقع مع الصحفي كيقولوا بان ما نضربته، هذا مشكل عادي، هذا مشكل مخصوص يدخلوا فيه الصحافه، حيت هذاك مشكل شخصي ما يمكنش واحد جوج الاشخاص غادي نجي انا ندخل بيناتهم. هو كتجبر الاسر، داخل الاسر كاين صراع، داخل المدينه في مجموعه الاماكن كتوقع نقاشات، كتكون هذه النقاشات حاده، ربما هو كيقول انا ضربته، مشى كيستعمل واحد المجموعه ديال الوسائل ديال الضغط على وسائل ديال بالوسائل ديال الاعلام لا على مستوى المحلي او الوطني، ولكن الحمد لله تبينت الحقيقه. مشى كيسرب معلومات ديال القضاء، شنو قال القضاء، شنو بالفكره ديالو على اساس القضاء اقتنع بالاقوال ديالو. هنا كيكون حكم مسبق من ناحيه ديال الفكر ديالو، على اساس المحكمه ربما مشات في واحد المسار وهو حكم واحد الحكم اللي ما زال المسطره غاديه فيه. حنا في دوله الحق والقانون، حنا في دوله المؤسسات، حنا كنحترموا سلطه القضاء. التوجه ديال الدوله ماشي في استقلاليه ديال القضاء، ما يمكنش شي واحد يضغط على القضاء. هذا السيد بغى يضغط على القضاء بوسائل اخرى اللي هو وسائل ديال الاعلام، واللي كنسميوها دائما حنايا اللي هي السلطه الرابعه، خاصها تكون حكم وما تكونش خصم لحد. هذا هو الاهم من هذا الشيء كله. من بين الروايات اللي تقدم اللي انتشرت بخصوص، نبقى في نفس السياق، انه تم اقتيادك للمحكمه الابتدائيه فيما يخص نفس القضيه بالقوه من طرف السلطات. تعليقك؟ هذا رايه، حيت انا قلت لك هو سخر الوسائل ديال الاعلام،
الحمد لله تحنا كتربطنا علاقة بواحد مجموعة ديال الناس اللي هما كيمارسوا هذه المهنة من موقع ديالهم، غادي نسميهم شرفاء في المهنة، كيمارسوا المهنة عندنا بكل جدية، كانوا محايدين، كانوا متبعين، وكانوا كيتصلوا بنا على أساس كيشوفوا ما يوقع في المدينة ديال طنجة. أنا مشيت عن قناعتي حيت انا قلت لك دوله المؤسسات كاين الاجراءات اللي كدار هي مسطريه، والانسان ملي كيوصل لواحد المساله ديال الروشيرش عاد كيقدر يجيبوها بالقوه. انا كانت عندي نظرا الظروف ديال الشغل ديالي بحكم كنت حامل المسؤوليه في المقاطعه وفي مجلس المدينه وعلى مستوى البرلمان عندي انشغالات، توصلت باستدعاء وحده ديال البوليس نضرب بكل صراحه. من بعد العاد مشيت للعمره، جيت عاد يمكن لي نتقدم حيت انا بدي عندي مسطره ديالي ديال الدعوه داخل المحكمه. تم في بشكل قاطع انه تم اقتيادك بالقوه للمحكمه الابتدائيه؟ سيارتي ومشيت حالي بحال ايها المواطنين، وانا دائما كنقولها انا مواطن قبل ما نكون برلماني ولا مسؤول، اي جهه استدعتني راه غادي نلبي الدعوه ديالي. بخصوص هذا المشكل سي الحمامي، الموقف ديال الحزب ديالك حزب الاستقلال بشكل عام، والموقف ديال نزار بركه الامين العام لحزبك بخصوص هذه القضيه، واش قال؟ يعني انتشرت اخبار وتداولت معلومات ان نزار بركه كان غاضب نوعا ما من هذا المشكل، ربما غيأثر على الصوره ديال الحزب ديالو في الجهه بشكل عام ومدينه طنجه بشكل خاص. الحزب ما عنده علاقه بهذا الموضوع، حيت الحزب كيبقى هو حزب، داك حزب عنده مؤسسات ديالو، عنده تنظيمات، عنده قواعد، الحزب دائما كيبقى محايد. انا في المدينه ديال طنجة ودائما وانا بدي كنسير لهاد النقطه، مؤخرا كان نقاش داخل الحزب وكان واحد النقاش على اساس واحد السيد اللي كيمارس الحريه ديالو عنده حق يعمل، انا بدي كنناقش على اساس انسان خصو يكون كيمثلو الحزب كيمثلو احسن تمثيل. نزار بركه كيعرف شكون هو محمد الحمامي وكيعرف التواضع ديالي او المسائل اللي كنعيشها والمعاناه اللي كنعيشها، حيت السيد الامين العام اولا ولد مدينه ديال طنجه وكان منسق جهوي وعنده العلاقات في مدينه ديال طنجه وفي هذا الاقليم كامل، عارف شنو انا كندير وشكون شنو كنسوى. الاشكاليات بالنسبه لي انا كشخص كحمامي، الحزب عنده علاقه بهذا الموضوع وما عنده ماشي تاثر. يعني ما كتنفي بشكل قاطع ايضا انه كان واحد النوع من الصراع، ربما اللي يقدر يكون كاين صراع داخل الحزب في مدينه ديال طنجه هو اللي جاب واحد النافذ جديد. الحزب باغي يشتغل، الحزب باغي يعمل الهياكل ديالو، الحزب ما يبقاش الحزب غادي نسميه الحزب موسمي تنسى عن الانتخابات غادي على الريدو، حيت حنا جينا باغي نشتغلوا كنضبطوا مع الحزب كنمشيو في التوجهات ديال الحزب، باغي يكون الحزب ديال طنجه من بين الاحزاب اللي هي قويه في المدينه. انتم كتعرفوا الحزب الاستقلال هو الثالث على الصعيد الوطني والتحالف في الحكومه، التحالف على مستوى مجلس المدينه، حنا بدنا غادي نحافظوا على الصوره ديال حزب المدينه ديال طنجه. في اطار الزوبعه، علاش صوره الحمامي غابت خلال النشاط الملكي خلال تدشين المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجه؟ بالرغم من انك صرحتي وانك قلتي كنتي حاضر، لكن صورتك ما كانتش متواجده داخل النشاط عكس باقي رؤساء المقاطعات اللي وثقوا بمجموعه من الصور تواجدهم بعين المكان. شوف هو دابا الحمامي كان في واحد المجمع خصو يكون كيهضر وكيغوت وكيناقش وكيضحك، إذا جيتي بشي طريقه اخرى وبغيتي تكون محايد ربما كتبين على اساس انت ما كاينش، حيت جرات العاده اللقاءات اللي كنكون فيها والانشطه اللي كنكون فيها واحد المجموعه ديال المناسبات الاخوان كيركزوا على الكلام ديالي والنقاش ديالي وكيفاش كيبغيو انا نكون كناقش، اذا انا كيتبين انا محبوب عند الناس وعند الساده المنتخبون. اذا ما معنى هنا كيعطيك واحد الاشاره واضحه بان ما انت عنصر اساسي خصك تكون حاضر معاه. اما بالنسبه للنشاط الملكي، النشاط الملكي هو نشاط ملكي يعلى ولا يعلى عليه. المزايدات السياسيه ما كايناش في النشاط الملكي. حنايا الدعم اللي قدمناه والمجهودات اللي بذلناه وكذا داك الشيء راه حتى واحد ما يسمعوا، هذاك واجب، هذاك واجب. ما يمكنش واحد السيد يسولني في بابه في واحد الانسان عاد يشرح لي شكون هو با، ما يمكنش. هذاك واجب وطن، هذيك مسؤوليه نتحملوها نضحيو من اجلها. حنا اللي وطني انا قلتها في الدوره، وطني كتجي مبنيه ابا عن جد، الوطنيه ما يمكنش نزيدوا عليها، والزياره الملكيه ديك المساهمات ديالنا ما عجبتش شنو ساهمنا بالامكانيات ديالنا ديالنا
كترونسبورات كمجموعه الحوايج اللي وفرنا. ولكن السي الحميمي واش تعمد انه ما يتصورش خلال ديك النشاط؟ ما يمكن ما نكذبش عليك، انا اللي خلاني بعد شويه اللور هو ديك النقاش ذا الموضوع اللي كنت نناقشوا عليه، حيت انا مشيت اليوم كاين واحد فئه الناس كتنقل الكلام كتحاول تخيط والخيط بيض كما كنقولوا حنا بالدارجه. اذا انا ما معنى حاول ارجع شويه اللور هاد المرحله هذه شويه الامور متميز سياسيا، حيت اليوم الانسان خصو يعرف مع من كيجلس ومع من كيمشي ويبدا يحاول ما امكن يخسر واحد المجموعه الناس اللي كيجلس معاهم وما يكونوش سياسيين، حيت من ديك الروتين اليومي اللي كتعيشو السياسي نفس النقاش في الصباح في العشيه في الليل. اذا ما معنى الانسان يحاول يغير النقاش ديالو يجلس مع واحد المجموعه الناس ولا يكون من الحومه ديالو. طنجاويين كيسولوا في اطار هاد الزوبعه اكيد كنبقاو في نفس السياق، واش ما بقاش محمد الحمامي الابن البار ديال جهه طنجه تيطون الحسيمه؟ اولا ملي كتجي كرئيس ديال المقاطعه عندك النواب، والنواب خصو يحضروا بعض المناسبات، بعض المناسبات تينا اول يمشي النائب الثاني والثالث والرابع يحاول يمشي لديك الانشطه. هذا هو الاشكال، خص يكون واحد التناول داخل المجلس الاول. الثانيه الانشطه الحمد لله حنا مستعدين باش يكونوا انشطه نحضروا لهم. حنا طنجه مرت واحد مجموعه ديال الانشطه الملكيه اللي كنا فيها باستمرار، اليوم الانشطه شويه قلالت. اذا ما معنى في المستقبل حنا مستعدين، حنا الهدف ديالنا هي نخدموا المدينه، الهدف ديالنا انا النقاش اللي خصني يكون طروح هي كيفاش غادي نزيدوا بهذه المدينه القدام في خلال هذه المرحله او في هذه الولايه كنتحملوا فيها المسؤوليه كاحزاب سياسيه ثلاثيه، حزب الاستقلال والاحرار والامن، هادو الناس اللي غيتحاسبوهم دابا ست سنين. اذا ما معنى ان النقاش ديالي كيكون واسئله ديالي كتكون واضحه والتوجه ديالي واضح هي نخدموا الساكنه ديال المدينه ديال طنجه. اذا ما كايناش سخطه مع عند السيد مهديه او مع عند وزاره الداخليه باش نوضعوا النقاط على حرف. شو السخطه واحد ما كيعرفو، السخطه شي مسؤول ما كيعرفو، انسان السخط كيكون عنده ما كيعرفو حتى واحد، كاين بعض الاسئله كتطرح كواليس كيكونوا. انا بالنسبه لي شوف الهضره الزنقه بالنسبه لي لا تسمين ولا تغني من جوع، حيت السخط فين كيكون؟ السخط انا نشرح لك فين كيكون، السخط كيكون في اختلاس مع العام، واحد الانسان كيحرض، واحد الانسان كيساهم كيبغي يساهم كيبغي يخلق فتنه في هاد البلاد، بالعكس حنا كنضحيو كنبذلو مجهود قدر المستطاع، حيت دابا حنا اليوم بين مطرقه والسندان، بين القانون ومع المواطن، المواطن ملي كيجي كيعرف غير الله يرحم والديك، حيت هاد الناس هادو اليوم تغامر بحياتك وتضحي من اجلك مواطن كاينو موقع من المواقع انه يقطع فيك، حيت علاش؟ لان قلت لك الهدف هي الطريقه الشغل، كيفاش نضحيو بهذه المدينه، كيفاش نزيدو بها القدام، حيت انا غادي نقول لك الحقيقه، انا ما شفر، ما سرق، ما عنده حتى شي واحد اللي غادي يضغط عليا او يحقد عليا او تكون عنده شي سخطه عليا، ونقول لك ربما نغلط بعض الخرجات الاعلاميه، نقول لك نكذا، انا ماشي معصوم من الخطا، والانسان اللي كيشتغل ربما يخطا. والانسان اللي ما كيشتغلش هو اللي ما كيخطاش. قلتي دابا انا ماشي شفار، وسبق ان قلتيها في الدوره العاديه ديال الجامعه، شكون اللي شفار سي حمد؟ شوف انا ماشي انا ما كنقولش انا ماشي شفار، حيت هذوك الناس اللي كيجيو كيكتب عليك واحد الموقع من المواقع شفار كذا وكذا، يكون عنده ادله واثباتات، حيت هو ماشي من جهه الحسابات، حيت هو ماشي جهه وصيه، حيت هاد الناس هادو هما اللي كيديروا التفتيش. لا صحفي خصو يكون عنده ادله واثباتات على ديك المقال اللي كتب لك الشخص، اذا بدي قادر نعمل تاينا نمشي نعمل مواقع ونوض تاينا نبقى نضرب في عباد الله، لا حيت انا واحد انسان سياسي ما يمكنليش نكون عندي موقع صحافي، حيت انا واحد انسان خصني نخلي الناس هي تحاسبني بهذه السلطه الرابعه، وكاين جهات اخرى اللي كتحاسب الماليه مجلس الجوي الحسابات الولايه، هادو الجهات هي اللي كتفتش هي اللي كتعرف شكون اللي كيدير شكون اللي ما كيديرش شكون اللي كيفعل شكون اللي ما كيفعلش. اذا ما نجيش انا نحكم على السيد من الخارج او تصفيه حسابات سياسيه ومقنعته بواحد المجموعه ديال النعوت، هذا هو الاهم من هادشي كله. الكلمه اللي ممكن توجهها السي الحمامي لخصومك السياسيين، وشنو هي الرؤيه ديالك المستقبليه للسياسه في طنجه؟ السياسه اللي شوف السياسه في طنجه غادي نقول لك السياسه الانسان خصها السياسه سياسه اخلاق، إلا غابت الأخلاق ما بقات سياسة،
اما الصراعات السياسيه الصراعات السياسيه ستكون في الميدان في التيران، فلا يتنافس المتنافسون. اذا ما معنى هذا الحزب او مجموعه ديال الاحزاب عندها برامج عندها خطه وصلت للمسؤوليه خصك تساعدها تدفع فيها، اما نجي نبقى انا ننتقد واحد المجموعه ديال الناس. الدور ديال المعارضه داخل المجالس هو وضع القطار على السكه. انا بالعكس نسمع الانتقادات، ولكن الانتقادات تكون بناءه، انتقاد من اجل مصلحه المدينه، ماشي المعارضه من اجل المعارضه فقط. انا بالعكس نخلق داخل المجلس ديالي يعني نخلق انا المعارضه، ما يمكنليش نجي ندوز الدوره، ما كيعجبنيش ندوز الدورات في 4 ساعات. بالعكس كل نقاش نناقش جميع المواضيع في جميع اللي كيخص سكنه طنجة. اذا ما معنى المستقبل ديالنا هو كيفاش نحاولوا ما امكن نفكروا كاحزاب سياسيه في اطار التحالف، حنا ما كنهضروش على الاحزاب اللي خارج التحالف، حنا كنهضروا على الاحزاب اللي في التحالف اللي كتحمل المسؤوليه غدا. هادو خصو يدار واحد برنامج عمل ديال المجلس الجماعي والمقاطعات والمعاناه اللي كتعاني منها المقاطعات، حيت المقاطعات الدور ديالها هي تقريب الاداره من المواطن، هي اللي بقات في الواجهه وقريبه من المواطن. هنا خص استراتيجيات العمده تكون السياسه ديالهم مختلفه ومغيره على المستوى الوطني، والنظام ديال وحده المدينه ماشي قران منزل، حيت ربما كتكون بعض التجارب كدار في بعض المدن وكتعمم على واحد المجموعه ديال المدن، حيت الدور ديال المقاطعات خصهم الامكانيات باش يكونوا كيتواصلوا مع المواطن، باش يكونوا قرابين من المواطن، باش يلبيوا الحاجيات ديال المواطن في اطار سياسه القرى. لاحظتوا داخل الدورات ديال المجلس قسمنا قسم الجبايات، قسم الجبايات قسمنا على 4 ديال المقاطعات، ولا استخلاص داخل المقاطعات. كاين بعض الناس اللي فابوا بعض الموظفين واللي جاوا ما باغينش داك الشيء، كيفكر هو فابوا الموظف وضد المواطن. اذا ما معنى هنا افكار جديده، خص تسير يكون بطريقه جديده بموديل جديد باش نقدروا. انا هذا هو التصور ديالي. اما انا كنقول لك بحال اللي كنقول دائما، انا احب من احب وكاره من كاره. انا ولد هذه المدينه وعندي شعبيه كبيره، وكنعترف براسي عندي شعبيه، وكنعرف خلال الدخول ديالي بعض المقاهي في المدينه ديال طنجه كنشوف الناس كيفاش كيسلموا عليا، كيفاش كيحترموني، كيفاش كيقدروني. انا ماشي فوق القانون، انا تحت القانون. انا الدور ديالي هي ندوز في الشارع الناس يقولوا الحمامي لا عمراض. من خلال كلامك السي الحمامي هذا كيدل على ان بعض المستشارين كيخدموا المصالح ديالهم الخاصه والمصالح ديال المعارف ديالهم من خلال انهم يدوزوا بعض. كيف يعقل؟ فين هو المسؤول على هذاك القطاع؟ لا دابا الاشكال اللي هو مطرح في المدينه ديال طنجه، قبل ما يكون هذاك المنتخب او هذاك المسؤول على هذاك القطاع، اولا كان مواطن جم واحد مكان معين وعنده واحد المهنه كيمارس واحد التجاره ديالو، هذيك التجاره ديالو كتبقى حلالا طيبا، ما تكونش ممارسات اخرى اللي كنهضروا عليها. اما انسان عنده كوميرس او منعيش عقاري او 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 المهنه ديالو كتبقى، ما خصناش نحاسبوا عليها. انا كنحاسب هذاك الشخص اللي كيجي كيربط المصالح ديالو الخاصه بالجماعه. صح، هذا هو السؤال ديالي. وكنجي نضغط، اذا كاينه اسمع كاين، وكنجي نضغط على جهات معينه باش ماشي من اجل المصلحه ديال الساكنه، من اجل المصلحه ديالي الخاصه، ولكن العنوان هي مصلحه المواطن. اذا هنا خصني نفصل بيناتهم. ما يمكنش الرئيس يكون حكم وخصم، ما يمكنش. الرئيس دائما كيكون حكم، والانسان اللي كيجي يعمل التجاره بالجماعه راه احمق. انسان يحاول ما امكن يبعد التجاره على الجماعه باش ما شوف، حيت حنايا في هذه البلاد انا قلت لك في دوله المؤسسات، حيت ملي كيجبروا واحد الرئيس معين رابط التجاره ديالو بالجماعه تشي جهه معينه ما تعاونك. اين الليموري من كل هذا؟ الليموري بالنسبه لي اللي ما عندوش شي علاقه بالجماعه، مع التجاره ديالو ما كتربطوش بالجماعه، التجاره ديالو بوحده، عنده المعمل ديالو، عنده كي مسائل اخرى. لا انا كنهضرش على الليموري. هو الاسم غيطيح في البال، الا هو الليموري نظرا لكونه رجل اعمال. الليموري واختلاف اللي عنده مع عن انا كشخص. الليموري يغير طريقه الشغل. باش يمكن لي انا بوحدي نطول البلاد؟ لا مستحيل، حيت هذا العمل جماعي. ما يمكنش نجي في اطار واحد التحالف، انا معك في اطار واحد التحالف، وانا كنتحرك معك سياسيا، ما يمكنش.
الا جينا كنهضروا بالبدايه طرحت عليا السؤال ديال حزب الاستقلال، انا حزب الاستقلال عارف بان ما انا غادي نختلف مع منير الليموري، فاش نختلف مع منير الليموري انا ما خصنيش ما كنختلفش مع السنياتور، انا ما عنديش واحد التجاره اللي عندي عنده نقول له سميبي، انا ما يمكنش نجي عند منير الليموري ونقول له لبي له واحد الطلب معين، او تكون شي مواطن حيث ربما نقدر نجي على شي مواطن وتم تأول مجموعه التأويلات. انا الاختلاف ديالي هي مصلحه الساكنه بني مكاتا فقط، ومن هذا المنبر كنحيي السيد الوالي والعنايه اللي عطى المقاطعة بني مكاتا، ماشي زعما كنسيب عليه الورد، انا كنعرف معاه كنشتغل، جينا الوالي جا فواحد الظرفيه اقتصاديه اللي هي صعيبه، جا فواحد الازمه ماليه بالجماعه ديال طنجه ازمه صعيبه، الوالي ما يمكنش يعمل لك كل شيء، الفلوس من اختصاص الجماعه، الوالي مساعد يساعدك يعاونك يضحي معك يتصل يرغب عليك يزوج عليك، ولكن هنا كخص العمده اللي كيحمل الافكار، افكار بحال ايش نقل الحضارة، انا مشي لك عند نقل الحضارة، علاش طنجه المدينه الوحيده اللي ما تحضرش بالترامواي؟ اذا هنا العمده خصو يكون ذكي كيوجد المشروع ديال الترامواي، وفي اطار ديك المشروع كيقدر يستفد من الدعم. وصلنا على صحة مدينة عالمية. إذا ما معنى بوابة أوروبا؟ إذا ما معنى حنايا اليوم في مقاطعة بني مكادا كنعملوا عندنا دورة نقطة فيها استعداد لدخول موسم الصيف. وعندنا نقطة في دول الأعمال مسبقة ما عمرها دازت التاريخ. باقي العقول كيقراوا كنعملوا استعداد للدخول المدرسي المقبل. فكرت جبرت على أساس حنايا حتى كيدخلوا الوليدات عاد كنعملوا استعداد. ديك الساعه كيكون اللي طلعته حنا دابا الدوره دابا في شهر 6 غادي نستعدوا للدخول المدرسي المقبل ان شاء الله. اذا ما معنى عملنا مجموعه ديال الحوايج اللي كتربط في الصيف، موضوع النظافه، موضوع الاناره، موضوع الصحه، موضوع كذا، كاين واحد مجموعه الحوايج اللي خصها تدار في المدينه، حنا ماشي ضد زايد ولا عامر، كاينه شي دوريات كدور كتراقب الجوده في واحد مجموعه الناس اليوم فتح المحل عمل التجارة اللي بغيتي مارس اللي بغيتي من لا حاسب ولا راقب. حنا في المستقبل كنقولوا شكون اللي جا كدور داخل محلات ديال الماكلة ولا حطوا واحد مجموعة كنسمعوا المدن تسممات وكذا كندخلوا لواحد مجموعة الحوايج ما كتشرفش. إذا ما معنى خصها تكون جدية في العمل، ما يكونش ما نتعداو حتى على شي واحد وما نظلمو حتى شي واحد، ولكن لكل ذي حق حقه، وأنا هو هذا الهدف ديالي، الاشتغال جماعي، العمل جماعي. نمشيو نرجعوا للنواب العمدة، نرجعوا للنواب العمدة، عندنا مجموعة النواب العمدة عنده تكليفات، ولكن ملي كتمشي للموظف كاين تحريض مع الموظف، لا ما تعملش لا ما تقضيش لا تنقول لك أنا دائما كنقول هذا خطأ ديال صراعات بين النواب، ماشي صراعات، صراعات بيناتهم كاملين. إذا ما معنى أنا قلت لواحد السيد يجري واحد المرفق معين خصني ندعمو بالإمكانيات أكيد المادية والبشرية. حنا شنو كنطلبوا؟ كنطلبوا هاد النواب تعطيهم استقلاليه في اتخاذ القرار، حيت هما طرف شريك معاك، حيت غدا كنجيو دابا كنشوفوا بعض التدخلات، انا ماشي فابور شي حد، كنشوفوا بعض الصراعات داخل المجلس، كتمشي اتهام بعض المجموعه ديال النواب، وراه فاقد الشيء لا يعطي ما في يده ما عنده ما يعمل. اذا ما معنى جينا وعطيناك واحد المجموعه التكليفات، ولكن ديك التكليفات ملي كتمشي تشوفها كتلقاها خاويه، حيت الهدف شنو هو؟ خصو عندي الطاقم، أي مسؤول في الحكومة، أي مسؤول في الوزارة، أي مسؤول إداري كما بغى يكون النوع ديالو، النهار اللي كيجي مسؤول جديد كيعمل واحد الطاقم ديالو اللي عايز يشتغل معاه. إذا حنا اش كنقولوا؟ الليموري يعمل الطاقم ديالو والنواب يعطيهم يعملوا تاهما الطاقم ديالو باش يشتغلوا باش إذا وقع شي غلط كتحمل المسؤولية، باش ربط المسؤولية بالمحاسبة، ماشي أنا ما كنعطيكش الإمكانيات وغادي نجي نهار الثورة ونحرط عليك ونقول لهم ضربوا في النواب، لا أنا النواب أبرياء من الأول حتى الآخر. اذا اللومه لمن كيوقع؟ اللومه خص الرئيس، الرئيس ليموري، ليموري ليموري خصو يتحمل مسؤوليته، حيت ملي كيهضروا معاك يقول لك موظفهم اختصاص ديالي، حتى واحد ما يقدر يهضر معاهم، ما يمكنليش انا نشتغل معاك بواحد الناس، واحد السيد اللي معايا وما باغيش يخدم، واحد السيد اللي نعطيه انا اوامر وما باغيش يطبقها، اذا ما معنى كاين واحد التسيب داخل المجلس. مشينا في التوجه اللي قلت لك ديال الاستخلاص ديال الضرائب داخل المقاطعات، علاش مشينا في هذه الطريقه؟ باش المقاطعة قرابين هما اللي يعملوا الجلب، هما اللي يعملوا الاحصاء، كنحاولوا ما امكن الغيره اللي عندنا للمدينه عين نرفعوا شويه من المداخل، حيت ما يمكنش قسم الجبايات باش يجري المدينه ديال طنجه اللي هي فيها جوج مليون ديال البشر،
ملي كنمشيو الاحصائيات ديال الترخيص كنزبروا احصائيات غادي نقول لك ديال الترخيصات 20% ولا 30% ديال المحلات التجاريه احتلال الملك عمومي بعض الاماكن صفر احتلال الملك عمومي. اذا ما معنا حنا كنحاولوا ما امكن ما نطلبوا حد، ولكن يتولي المواطن الطنجاوي يوعى بان الضريبه او بعض الرسوم اللي خصو يؤديها هذاك واجب وطني. هذه هي الحامله كما لا حقوق عنده واجبات عنده واجبات. نمشيو شويه للرؤيه المستقبليه السي الحمامي. بعض السياسيين مع الاسف اللي كان عندهم اسم وازن اختفوا، الصدى ديالهم ما بقاش مسموع. السي الحمامي عندك واحد الرؤيه واش غتكون حاضر بعد سنوات في العالم السياسي، ولا يمكن تمشي نقله نوعيه هكذا سواء من حزب لحزب؟ لا نهائيا من حزب لحزب صافي مستقر في الاستقلال. غادي نقول لك في حزب الاستقلال ما عندك مشكل. مرتاح فيه؟ مرتاح. شنو الامتيازات اللي ماشي امتيازات الحزب كتلقى الناس ديالو اولا كيسمعوا باذن صاغيه كيحترموا الاقتراحات ديالك كيحترموا الافكار ديالك كيحترموا كشخص كيحترموا القدرات ديالك كيعرفوك المجهودات اللي كتبذل. المهم ملي كتبحث كدير الخلاصه داكشي الناس كيقدروك. اذا ما معنى ما عندك علاش تبدل التغيير ديال الاحزاب كتكون باش كنا كنغيروا او كنا كننتقلوا من حزب لحزب كتلاحظ بعض الممارسات كتمارس عليك انت الا كتشتغل كيجي واحد الانسان جالس ما كيشتغلش شي 6 سنين كيحاول ما امكن يبين عنده شي علاقات او هو قوي او هو زايد او هو عنده فلان وفلان وفلان كيحاول يركب عليك من تما كتنفجر نتينا وكتنوض كتمشي حيت حنايا طنجاوه معروفين تكبر عيبينا ربما تنازلوا لك على مجموعه الحوايج صح ربما تكبر بيه ديك العشاء اللي عنده راه يعطي لك. هذا انا من بين هاد الناس كبروا بك كبر بيا كبر بيك احترمني احترمني. هذا هو الاشكال اللي مطروح في المدينه ديال طنجه. حزب الاستقلال انا بدي كناقش داخل المؤسسه ديال الحزب اي واحد او اي وحده كتشتغل خصها تبلاصها في المكان المناسب المناسب. ميمكنش يكون قبل كتجبر انسان كتخدم او انسان كيخدم وهو مقصين. وكاين بعض الناس كتشتغل وعندها قاعده شعبيه ولكن الفكر ديالو باش يترشح ما عندوش فكره باش يترشح حاول ما امكن انتينا تقنعو. بالنسبه لنا المستقبل المستقبل الانسان بعض المرات خصو يخلي الخلف ماشي الخلف في بنو ماشي الخلف بنته ربما يخلي خلف في داخل الوسط الاشخاص اللي عندهم اراده وعزيمه انهم يخدموا وعندهم غرض يعطيهم فرصه. حنا الحمد لله واحد الناس جبناهم عطيناهم فرص الحمد لله اليوم موجودين. كاين بعض الناس داخل حزب الاستقلال كيفرضوا الوجود ديالهم في المستقبل كنحاولوا ما امكن يكونوا تا هما حيت حنا غنمشيو بحالنا ما يمكنش نخلطوا في الارض حيت حنا ضروري خصنا نخليو خالف. سي الحمامي انتقلوا لفريق اتحاد طنجة واحد الفريق اللي كان كيعيش واحد التقهقر وتذبذب في البداية الموسم مع المكتب المسير السابق. بمجرد التحاق السي الشرقاوي اكيد وانت بين الاشخاص اللي كانوا حريصين على استمرار الفريق في القسم الاول والبقاء من خلال الانتدابات الناجحة اللي قاموا بها لاحظنا الوجود ديالك اكيد من خلال حضورك وتوقيعك على العديد من الانتدابات الناجحة كمتولي كاياك العديد من الاسماء البارزة في اكيد كالعديد من الاسماء الاسماء سبول على سبيل المثال. فريق اتحاد طنجة ما وضعه الان خصوصا وان انتشرت اخبار كتقول بان فريق كيعيش واحد الازمة مالية خانقة الطاقم واللاعبين ما تلقاوش المنح ديالهم المستحقات ديالهم المالية. كان عندكم اجتماع ما مستخرجات هذا الاجتماع؟ اولا احنا جينا تحملنا مسؤولية في واحد الطرفية اللي هي صعيبة فرقة في أدنى مستوى أكيد جد النقاط وصلنا شدينا الفارق في حفوظ هي مالية صعيبة. شنو الهدف من هادشي هذا كله؟ ماشي هو الإشعاع ربما بعض المرات كيكون إشعاع ربما يقدر يحرقك. حنا غمرة شنو المغامرة ديالنا كانت؟ هو على أساس أن ولاد هاد المدينة نقضوا هذا الفارق في بداية دخلنا ما سمعناش الكلام إذا انتقادات ربما إذا جيت تشتغل خصك تغمض عينك وتشد ودنك وتزيد ربما نوضنا حنا يدخلنا ربما من النية ديالنا ربي جاب التيسير بدينا كنشتغلوا حاولنا ما أمكن نقضوا الفارق الحمد لله مشينا بنتيجة خطوات ثابتة خطوات ثابتة والنتائج كانت إيجابية
أنا من جوج نقاط ل 21 نقطة، راه عمل جبار. أنا شنو كنت ساكنة ديال طنجة والجمهور مشكوران ولاحظ مشيت لوجدة التحقوا المعاناة ديال السفر اللي كيعاني منها الإنسان ماشي بالموطور تنوجد حب ديالو دار الفارق. إذا حنا خصنا نكونوا من بين ديك الناس هادو فحال هذاك اللي مشى بالموطور، عندنا واحد الغيرة على الفرق. الخلافات والصراعات ما خصناش في هاد المرحلة، هاد المرحلة هادي خصنا نكونوا كلمة واحدة كطنجرة من أجل نقضوا الفارق، حيت مايمكنش واحد مدينة بوابة أوروبا وطنجة كتحدى بالعناية الملكية ديال سيدنا الله ينصرو، وانتم هضرتوا على التشتتين الأخيرة والمشاريع اللي دارت في طنجة، القرية الرياضية اللي كتميزوا بها وأم ملعب اللي كتميز بها مدينة ديال طنجة، المناسبات اللي دازت منها مدينة ديال طنجة، ويكون واحد فارق في السيكوندا مايمكنش. إذا ما معنى خصنا الضفر الجهود ديال واحد مجموعة ديال الأطراف أكيد من أجل المساهمة. دابا كنمشيو لمدينة ديال طنجة، عندنا المنطقة الصناعية، في المنطقة الصناعية ديال المجد، المنطقة الصناعية ديال الزناية، المنطقة الحرة، المطار، المكتب الوطني للمطارات، مجموعة الشركات اللي ديال واحد مجموعة الشركات اللوطيلات غنسميهم اللي معروفين على الصعيد الوطني أو العالمي، وهاد الناس هادو مكتساهمشي في واحد المعاملات واحد الفارق. حنا كاش كنقولو دائما راه المسؤولية بالمحاسبة، حنا اللي عطا شي درهم ربما نقدرو نشكروه ونقدرو نقولو عطا ونقدرو نعليو به ونقدرو حنا نفتحو راسنا كمكتب مسير. حنا ماشي في هاد التوجه، الفرقة كاين بعض الناس خارج اللعبة اللي كيحرضو من أجل هاد الفريق ما يجيش قدام. دابا كفى الله وقف، دابا الساعة ديال واحد النظرة اللي خصنا تكون مصلحة المدينة. هذا فارق ديال المدينة، ماشي بالحمامي، ماشي الشرقاوي، ماشي فلان، ماشي فارق الشرقاوي كيبذل مجهود، المكتب المسير كيبذل مجهود. إذا ما معنا جات واحد الساعة، والسيد الوالي مشكورة سي مهيدية اللي هو استقبل هذا الرئيس المدرب ديال اتحاد طنجة، كاين شي عشاء ربما في الكولف في العشية مع اللاعبين، ربما غادي يحضروا السيد الوالي. إذا الوالي المدينة عنده واحد الغيرة، إذا ما معنى المسؤولية الساكنة ديال طنجة خصها تكون غيرة على هذه الفرقة كفى من الصراعات الخوي. كنقولوا المسؤولين ديال المدينة خصهم يساهموا بشكل أو بآخر في إنقاذ الفريق عبر مساهمتهم المادية أكيد. أكيد. إذا ما كايناش مساهمات لحد؟ كاين شي مساهمات بسيطة. ما غتحلش المشاكل ديال الفريق، فريق بحجم فريق اتحاد طنجة. سبحانه وتعالى دائما كنقولها، كاين بعض الناس كيجيو للجامعة كيستافدوا شنو كيقدموا للمدينة، كاين بعض الناس استافدوا من خيرات المدينة ديال طنجة. في حال ما إذا هاد الأشخاص ما ساهموش حاليا وبقى فريق اتحاد طنجة في القسم الأول وبغاو يبانوا في الصورة، الحمامي غيخرج ليهم؟ لا، حنا نشوف حنا اللي بغى يبان في الصورة مرحبا به، ولكن يكون ولو علمية حسنة. لأن كيف قال أن أنا مجموعة من الأشخاص ما ساهموش مع الفريق في الوضع ديالهم، تكون النية ديالو حسنة وما يكونش كيكاولس ولو يعيد مع الفريق. حنا نقولوا له الله يهديهم. المواطنين اللي داوم مع الفريق، المسؤولين ورجال الأعمال خصهم يساهموا. أكيد. صغيرة على المدينة، حيث الفريق في المستقبل اللي ما جاه، حيث هو ولا شركة. والشركة تسمى داخل المصارف. أكيد. حنا غادي تكون الأمور واضحة. الفرقة شنو كتدخل؟ شنو المصاريف ديالها؟ وغادي توضح الرؤية. حيت كاين دابا المجال الجوي عاد يتحاسب، كاين واحد مجموعة من الأشياء. حيت دابا الناس مشات واحد النظرة على اتحاد سابقا، وأنا كنعطي الفلوس، وأنا كاين لا حاسب، ولا رقيب، وأنا كذا، وأنا وأنا وأنا. هذاك الشيء هذا كله عزول. ديك الغموض كلشي غادي يبان. غادي تولي الشفافية والوضوح. حنا اللي عطا شي درهم غادي نقولوا عطا فلان درهم. عطا سيد 10 درهم نقولوا عطا 10 درهم. نذكروا الله خير. ونجيو باللوائح هاي. نهار الجامع العام غادي نشوفوا نقولوا كنقول الفرق نهار الفلاني شنو دخل ها الفرقة. لاحظتوا الاتحاد كانت كتخرج خارج طنجة وكتلعب هي كتأدي. صح. المبيت، الملعب، طنجة ما كتدخلش درهم في المونديال. شنو دخلت؟ بالأيام اللي كانت لعبانة برازيل. البرازيل. شنو دخل الاتحاد؟ ما دخلت درهم. والمداخل ديال كامبو هي اساسيه بالنسبه للاتحاد. شكون اللي كان كياخذ المداخل؟ ما كانش كان ما كيلعب في كامبو، ما كان كيلعب في واحد الاتحاد، كانت كتخرج تلعب خارج بلاد، كانت كتلعب في قنيطره، لعبت في جديده، لعبت في محمديه، كانت كتخرج خارج المدن مهجره مع الاسف. كانت كان الاتحاد كتمشي كتوفر له المبيت
والنقل دياله وعاد كتخلص الملح. فريقتي حتى طنجة ان شاء الله كتوعد الجماهير انهم يبقوا في يبقى في القسم الاول. حنا كنعملوا كل مجهودنا ان شاء الله باقي عندنا امل باش نبقاو في القسم الوطني الاول. شكرا سي الحمامي على تصريحاتك النابعة من القلب حقيقة، هذا يدل على كيدل على انك شخص صريح وشخص شفاف حقيقة. كنشكرك مرة اخرى على التواجد ديالك معنا وفي هذه الحلقة على وجه الخصوص، اجابتك على جميع الاسئلة المتعلقة بالسياسة الرياضة وما الى ذلك كنشكرك. نتلقاو ان شاء الله في حلقة جديدة مع ضيف خاص اخر، الى اللقاء.